السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إخوتي الأعزاء في قناتكم الصغيرة هذه، قناة الحقيقة الصادقة، ومع برنامجكم المعتاد مجربات من الطب البديل. إن شاء الله اليوم موضوعنا في بداية سلسلة حلقات علاج الشلل. هنا بالتحديد يجب أن نميز بين نوعين من الإصابات بالشلل: الشلل الذي ينتج عن جلطة دماغية، والشلل الذي ينتج عن إصابة في النخاع الشوكي إثر حادث، إثر سقوط، إثر ضربة معينة. نتحدث اليوم عن الإصابة بالشلل الذي ينتج على النخاع الشوكي، ضرر في النخاع الشوكي، وليس الشلل الناتج عن الجلطة الدماغية. هذا موضوع آخر وما زالت الأبحاث مستمرة فيه. هذا الشلل الذي ينتج عن الإصابات النخاع الشوكي، إصابة وضرر معين في فقرة من الفقرات الصدرية، ربما تكون من T1 إلى T12 فتؤثر هذه الإصابة أو هذا الأثر يؤثر في النخاع الشوكي، يصبح به ودمة. فهذا اللي بدنا نتحدث عنه إن شاء الله. إن شاء الله النتائج مبشرة جدا بالخير. أولا، أهم شيء في العلاج أن يقتنع المريض أن هناك علاج مثبت وفعال، هذا أهم شيء. إذا العقل الباطن للمريض وأقنع نفسه داخليا أنه لا يوجد علاج ولا يمكن التعافي من هذا المرض، فهنا الموضوع يصبح صعب ويتخذ منحى آخر، لأن العامل النفسي إخواني مهم جدا في علاجنا. أنا لا أقول هذا إلا لوجه الله سبحانه وتعالى، ولا أريد لا جزاء ولا شكورا، فقط ركز معي. أعلم أن كثير ممن أصيبوا بحوادث وهم مقعدين، وللعلم المقعد والذي يخلد إلى الراحة الطويلة خاصة جلوسا أو وهو نائم ممكن أن يتسبب معه قرح الفراش. قرح الفراش ذكرناها في موضوع مستقل على هذه القناة، ولله الحمد بتركيبة بروتين 16 نقضي عليها. اللي بهمنا الآن في هذا الموضوع الشلل، كيف بدي أعالج الشلل؟ أولا منا نتفق الحالة النفسية يجب أن تكون في أعلى مراحلها حتى أنه ما نأثر على جهاز المناعة. إذا تأثر جهاز المناعة بسبب التفكير السلبي للإنسان ممكن يكون عامل سيء في طريقة العلاج. فإذا نقتنع بموضوع العامل النفسي، العامل النفسي 50% يا إخوان من العلاج، والله على ما أقول شهيد، 50% العامل النفسي. اثنين، ما بدنا نترك العلاج الفيزيائي اللي هو العلاج اللي بمراكز التأهيل عشان يقووا لك الأعصاب، هذه التمارين ما بدنا نتركها، بدك تستمر عليها. الخطوة الثالثة وإن شاء الله الرابعة هي الخطوة الأخيرة أو الخامسة، خمس خطوات أنا وضعت لهذا العلاج وفي نتائج إن شاء الله، لا تستعجلوا. الخطوة الثالثة في البرنامج العلاجي هو يا ريت تجيب ورقة وتكتب معي تركيبة هالزيوت، هذه مفيدة جدا إلك عشان نقوي الأعصاب ونقوي النخاع الشوكي أو الحبل الشوكي اللي فيه ضرر. أولا نأتي بزيت الزيتون. الآن إخواني عشان ما نسأل عن الكميات، زيت الزيتون لو أتينا بمقدار 100 مل، طبعا إحنا بننصح أنك تعمل كمية، يعني بحيث أنك تعمل لك نص لتر أو لتر عشان تستخدمه ما تظل يوميا تعمل الوصفة. 100 مل من زيت الزيتون، باقي الكميات اللي راح أذكرها نصف الكمية يعني 50 مل. نأتي بزيت الفيجن
ويسمى زيت السذاب. لكن نصيحة لوجه الله، وأنا أقولها لوجه الله، لا تأخذها المبكة جاهزة هذه الرخيصة الثمن، ما بتنفعك. بدك تشوف عطار أو عشاب تثق فيه يستخلص زيت السذاب أو زيت الفيجن، يستخلص لك إياه طبيعيا. إحنا بنخلطه، أنا عندي الخلطة مكونة من الفيجن والطيون مجتمعات مع بعض. هذا الزيت اللي هو زيت الفيجن والطيون مهم جدا لتحفيز العصب، ما بدنا نقتل العصب، ما بدنا نموت العصب. نضع أيضا 50 مل من زيت النعنع البري، زيت النعنع البري، ياريت تسجلوها، ممتاز جدا. سأكتفي بهذه فقط، طبعا عندي أكثر من خلطة. الشلل مراحل، إذا ما جابت نتيجة هذه الخلطة، الخلطة الثانية بتكون فاعليتها أقوى. الخلطة الثانية اللي بدي أذكرها أيضا، نأتي بزيت الزيتون. إذا اتفقنا إنه الكميات 1 إلى 1/2، يعني 1 من زيت الزيتون، نصف من باقي الكميات. نأتي بزيت الزيتون ونضع عليه 1/2 الكمية زيت النعنع البري وزيت الريحان وزيت حبة البركة وزيت السمسم، بنخلطهم كلهم مع بعض، بنعمل عنا خلطة 0.5 لتر. بنستخدم الخلطة الأولى صباحا مساج لمنطقة العمود الفقري كامل، وبنستخدم هذه مساء. إذا قدرت تستخدم هذه 2 مرات وهذه 2 مرات باليوم، بارك الله فيك. بدك تتعب على نفسك قليلا، خلي ثقتك بالله، والله لا أقول إلا صادقا، إنه هذا اللي قاعد بذكر لك إياه لن يعطيك إياه إنسان، ما بعطيك إياه إنسان. فإذا بتدهن، لو الصبح والظهر دهنت من هذا الزيت، والمغرب والعشاء أو العصر والعشاء دهنت من التركيبة الأخرى 4 مرات، ما قدرت 3 مرات، ما قدرت في الحد الأدنى 2 مرات، مرة من هذا ومرة من هذا، وتستمر عليها يوميا لا تيأس. ربما تستمر لمدة 1 شهر 2 3 4، لكن راح تحس بالنتيجة، ما راح يكلفك شيء. الطريقة الثالثة، طبعا هذا كله تسلسلي، يعني ما بتقدر تستغني عن شيء من اللي أنا بحكيه، لا يمكن أن تستغني عن شيء مما أنا أذكره في هذه الوصفات. نأتي بزيت القبار، وليس عشبة القبار. عشبة القبار رح نستخدمها في مرحلة لاحقة جدا وليس الآن. نأتي بزيت القبار. زيت القبار يعمل على تحفيز الدورة الدموية للنخاع الشوكي، يحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم بتركيز عالي جدا. احرص جيدا من وين بدك تجيب زيت القبار. هذا بنستخدمه لو مرة واحدة يوميا، ما قدرنا 3 مرات أسبوعيا، يوم بعد يوم انتهى. اليوم ركز معي بالطريقة، اليوم اللي بدنا نستخدم فيه زيت القبار لا أستخدم فيه باقي الوصفات. أنا أفضل كالتالي، بعمل برنامج من السبت إلى الجمعة. يوم السبت التركيبتين والخلطتين اللي حكيناهم أول شيء، هذه صباحا وهذه مساء. يوم الأحد زيت القبار على العمود الفقري. يوم الاثنين برجع للوصفات الأولى صباحا ومساء. الثلاثاء زيت القبار. الأربعاء التركيبة. الخميس زيت القبار، وبعمل الجمعة استراحة، ما بدهن أي شيء. أنا هكذا أفضل إني أرتب البرنامج بالطريقة هذه. فإذا طبعا هذا بالإضافة إلى العلاج الفيزيائي في مراكز التأهيل، لا تنساه، لأنه بدك تقوي العصب وتحرص جيدا إنك ما تموته. العصب ليش بموت؟ من الجلوس المستمر. وحاول قدر الإمكان إنك تغمض عينيك هكذا، وتحاول أن ترسل الإشارات من الدماغ إلى الأطراف لتحريكها، مرة
على مرة على مرة إن شاء الله ستنجح. لا ننسى الرقية الشرعية يحيي العظام وهي رميم. اقرأ الرقية الشرعية على نفسك، اقرأها على الماء واشرب بها، اغتسل بماء مرقي، والماء هذا المرقي بعد ما تغتسل فيه ليس في الحمام، في غرفتك، في تشط تضعه على الزريعة. فهذا برنامج متكامل. حبيبي جربت كثير ورحت على مراكز كثير وعلى أطباء كثير، مش غلط انك تتعب على نفسك كمان شوي. ركز عقلك الباطن في الشفاء، وتأكد تماما أن الشفاء من عند الله. لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. تداووا عباد الله، ما في داء وما في إصابة إلا إلها علاج، لكن تكون ثقتنا بالله عز وجل كبيرة جدا إنه هذا الشلل له علاج، له علاج بإذن الله. إخواني الكرام، أيضا اللي بدنا نركز عليه في هذا الموضوع اللي هو علاج الشلل، نحاول قدر الإمكان أن يكون طعامنا وغذائنا صحي 100%، حتى نعزز جهاز المناعة. إحنا الآن بنعمل على تقوية جهاز المناعة وليس على هدم جهاز المناعة. فإذا بدنا يكون طعامنا صحي، نحاول قدر الإمكان نبتعد عن السكريات، نبتعد عن الخبز الأبيض والخبز الأسمر بكافة أنواعه. ذكرنا مرارا في فيديوهات قديمة، ياريت ترجع لها في القناة. نستطيع أن نكتفي بخبز بذر الكتان أو خبز الشوفان أو خبز العدس، وسهل جدا ورح تلقاه موجود في المخابز. الزيوت المهدرجة نبتعد عنها نهائيا. اشتغل على نفسك صح، اشتغل على جسمك صح، حتى ان شاء الله تقوي الاعصاب. ممكن ترجع تدقق ورا كلام ابو الامين، تكتب في البحث، محركات البحث، فائدة زيت السذاب او فائدة زيت الفيجن. اول شيء بذكر لك اياه تقوية الاعصاب. بدي اقوي لك الاعصاب اللي عندك حتى ترجع كما كانت وتشتغل كما كانت. الخلطة اللي ذكرتها مهمة جدا يا إخوان. إذا صار عندنا خلطتين مع زيت القبار، ثلاث أمور. المرحلة الأخيرة، المرحلة الأخيرة، منجيب كيلو عسل جبلي أو كيلو عسل سدر طبيعي. احرص إنك لا تجيب مغشوش، لا تغش نفسك، أنت بتغش نفسك ما بتغش حدا ثاني. منجيب كيلو عسل جبلي أصلي. الكيلو هذا بنضع عليه 100 جرام حبوب اللقاح، بنضع عليه 100 جرام جينسينج، بروبليس، عكبر. العكبر والبروبليس نفس المسمى، 100 جرام جينسينج. نضع عليه بما يقارب 50 جرام غذاء ملكات النحل. هذه الخلطة كاملة. طبعا الجينسينج، الجينسينج الأحمر، في عنا نوعين، الجينسينج الأصفر والجينسينج الأحمر. ما لقيت الجينسينج الأحمر ممكن تتوجه إلى الجينسينج الأصفر، لكن أنا أقول الجينسينج الأحمر. إذن خلطة بسيطة جدا، غذاء ملكات، جينسينج، بروبليس أو عكبر، هذه هي. نخلطهم مع بعض بشكل كامل. الخلط لا يكون بالملعقة، الخلط يكون بالمكسر حتى تتجانس جميع المحتويات. اعمل هذه الوصفة وهذه الخلطة، هذه تأخذ منها 3 ملاعق يوميا قبل كل وجبة أكل، قبل الأفطور صباحا، وأنا بفضل على الريق إنك تأخذ ملعقة. قبل الغداء تأخذ ملعقة بنصف ساعة،
قبل العشاء تأخذ ملعقة بنصف ساعة وتستمر عليها، وبدك تزيدها قبل النوم تأخذ ملعقة، يصير 4 ملاعق. ممتاز جدا، هذا بدك تستمر عليه. إذا صار عندنا 5 خطوات، هذه 5 خطوات إذا طبقناها بعون الله وبعد الاتكال على الله عز وجل ستجد الشيء العجيب بإذن الله، ستجد الشفاء من الله عز وجل. ليس من عندي الشفاء، ليس من عندي الشفاء، من الله سبحانه وتعالى، وإنما نحن أسباب من وصل لك الطريقة الصحيحة. لا نستغني أبدا عن الأطباء، نسمع نصائح الطبيب، يجب أن نستمع إلى نصائح الطبيب. أيضا ممكن الطبيب يوصف لك بعض الفيتامينات والمقويات، فيتامين B1 B6 وB2، هذول 3 فيتامينات هذول بقون الأعصاب، لكن لا يغنوا عن الفيجن والطيون والتركيبات التي ذكرناها، لا يغنوا أبدا على الإطلاق. فإذا بنستخدم المجموعة هذه كاملة بالإضافة إلى الفيتامينات، وحاول قدر الإمكان أنك تغمض عينيك وتحاول ترسل الإشارات إلى إيديك بأي طريقة، إلى رجليك، إلى قدميك. أول مرة ستجدها صعبة، والموضوع مش موضوع أني أجلس وأغمض عينين وأحاول أرسل الإشارات وأحرك إيدي ورجلي وبالأخير ما تزبط معي دقيقة دقيقتين وانتهي. لا، يجب أن تجلس يوميا ساعة ساعتين، وانت جالس انت قاعد ما بتساوي شيء، اغمض عينيك جيدا، اغمض عينيك وحاول ارسال السيالات العصبية من الدماغ الى الاطراف العلوية والاطراف السفلية. جاهد على نفسك مرارا وتكرارا، ستجد النتيجة بعون الله. اخواني الكرام، لا تستهينوا بالموضوع، الموضوع ليس كبسولة أنا بدي أخذها من عند الطبيب وبدي أنهي موضوع الشلل، لا، بحاجة إلى صبر وبحاجة إلى عزيمة وإلى إرادة. فياريت نكون عند حسن، تكون عند حسن ظن نفسك أنت، خلي ثقتك بنفسك عالية. إذا كانت ثقتك بنفسك عالية، صدقني بعد أمر الله عز وجل ستجد الشفاء. لكن أثبت لنفسك أنك متكل على الله عز وجل، أثبت لنفسك أنك تستطيع علاج هذا المرض، تركيبات بسيطة وسهلة. طبعا التركيبات موجودة عندنا إن شاء الله، ومئة بالمئة أصلية، 100% بنعمل خلطة الزيوت وخلطتين هما للزيوت وزيت القبار بالإضافة إلى تركيبة العسل. احنا بنعملها كورس علاجي كامل، كورس علاجي لا يعني انه والله اذا استخدمت فقط رح، هذه بتكفيك لمدة شهر، ممكن تحتاج كورس ثاني ثالث رابع، لكن انت اتبع اللي بقول لك عليه ورح تشوف الفائدة العظيمة. بتقدر تجيب الوصفات من عندك، أنا ذكرت لك إياها بالتفصيل، ما خبيت عنك شيء، لكن لأنه هذه مسؤوليتنا وعنا بالمؤسسة وبالمختبر نشتغل على هذه الوصفات ونعمل على هذه الوصفات، وموجود لمن أراد الشراء. أما أنت ما عندك، بتقدر تروح هذا السوق أمامك وبتعمل الخلطات بالطريقة اللي أنا ذكرتها. والله ما خبيت شيء، ما خبيت شيء، لكن احنا عندنا تقنية معينة في اسلوب التعامل مع هذه الخلطات بحيث تكون بضمان جارانتي يصل الى 100% في المكونات. هذا الفرق. فاخي الكريم، توكل على الله وحط عينك بعين الله وادعو الله. لا تنسى الدعاء، لا توقف الدعاء. اذا اوقفت الدعاء كيف سيتم الشفاء؟ الشفاء مش بالخلطة، هي عامل مساعد. الشفاء مش بالزيت، عامل مساعد. الله هو الذي يشفي، لكن بحاجة إلى تضرع وخيفة وخشية من المريض. ادعو الله يوميا، لا تمل،
رب العالمين ماذا يقول؟ لا أمل حتى يمل عبدي. رب العالمين، رب العالمين هو الذي ذكر ذلك. فاستعين بالله أخي الكريم، أنا أعلم أنه طولت شوي بالفيديو، لكن والله العظيم هذا من حرقة قلبي على من يعانون من هذا المرض أو من ابتليوا، وهذا ابتلاء من الله عز وجل ليرى مدى صبر عبده. اصبر، قوي نفسيتك، قوي معنويتك، توكل على الله وشوف إن شاء الله كيف الأمور بتكون تمام. أيضا الخلطات هذه اللي ذكرناها، احنا قلنا بنعمل مساج للظهر، لا ضير ايضا انه نعمل مساج للايدي ونعمل مساج للرجلين، لا ضير في ذلك. تعرض الى الشمس، لا تنسى انك تتعرض الى الشمس، خاصة فترة الصباح من الساعة 7:00 الى الساعة 10:00، هذه مفيدة جدا الشمس، وقبل الغروب، قبل الغروب بساعة زمن مفيدة جدا هذه الشمس. اتعرض يوميا للشمس، هذا كل كورس علاجي وبكج علاجي بدك تلتزم فيه لمصلحتك. اخواني الكرام، انا بعرف اني اطلت قليلا في الفيديو، لكن الموضوع مش موضوع كبسولة من الصيدلية، الموضوع مش موضوع ريال او 2 ريال او دينار او 2 دينار وبدي انهي موضوع الشلل، لا، الموضوع بحاجة الى تفصيل، الموضوع بحاجة الى رفع معنوية المريض، وهذا واجبي هنا ان اقوم برفع معنوية المريض. لازم ارفع معنويتك بحيث انك تقدر تتغلب على هذه الصعاب. اتذكر نفسك قديما كيف كنت تمشي تروح تيجي، الآن أنت مقعد، هل هذا لا يعطيك حافز على أنك يجب أن تعود بإذن الله عز وجل كما كنت؟ طبعا بعطيك حافز أنك تكون كما كنت وترجع لسابق عهدك، هذا بعد إرادة الله عز وجل. نحن هنا لا نتألى على الله سبحانه وتعالى، لكن في أمور يجب أن يأخذ بها المريض، ومن أهم هذه الأمور العامل النفسي. ضبط للعامل النفسي عندك، لا تيأس، لا توقف، قوي الأعصاب، اعمل ترميم للنخاع الشوكي بواسطة التركيب اللي ذكرناها، التركيبات هذه اللي ذكرناها والخلطات كاملة، واللي بيساعد على عملية معالجة النخاع الشوكي وإعادته كما كان تركيبة العسل، ضروري جدا تجيبها تركيبة العسل. العلاج غير متفرق، العلاج متكامل مع بعضه البعض، وإن شاء الله فيها نتائج مفيدة جدا. لا تنسوا الاشتراك في القناة إخواني الكرام، تفعيل خاصية الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد إن شاء الله. كل ما نذكره نذكره مجانا على هذه القناة. المنتجات عندنا متوفرة بحمد الله لمن أراد الطلب والشراء، سيظهر رقم الواتساب إن شاء الله، وموجود رقم الواتساب في القناة. والذي لا يريد، الوصفات أمامك، ما خبينا شيء، ذكرنا لك كل شيء واضح ومفصل إن شاء الله، ما رح نعطيك زيادة ولا أقل، لكن نحن هنا نضمن منتجاتنا أنها أصلية 100%. هذا محبكم ومحدثكم الباحث في الأعشاب وخبير الطب البديل أبو الأمين من المملكة الأردنية الهاشمية، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.